أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وعواشركم بركة وشعبا، إن شاء الله يدخل لكم بالصحة والعافية ويلحقكم ردا إن شاء الله وانتم الأحباء ديالكم إن شاء الله. أول حاجة قبل ما ندخلو هو ديروا اللايك وديروا الاشتراك. اليوم إن شاء الله عندنا اللحم، طاجين اللحم بالبرقوق، طاجين مغربي 100%. نبداو على بركة الله. بعد ما شلضنا البصلة نجيبوها نخويوها هنا في الطاجين تشحر شي شوية. تنخويو شوية زيت، شي نص كاس تقريبا، بلدية ولا رومينة، درت بلدية. هاهي نخليوها تشحر، نخليوها تشحر مزيان وندوزو نشرملو اللحم. جبنا اللحم ديالنا وها العطرية والقوام، معلقة صغيرة عامرة بزعفران بلدي، سكينجبير معلقة صغيرة عامرة، البزار معلقة صغيرة عامرة، هذا قزبر مطحون تديري نص معلقة صغيرة. وتنخويوه هنايا، نخويو العطرية شوية زيت، شي شوية هاد الجهد هدا، ونبداو نخلطو. ها هو بكي ولا بعد ما دخلت ليه الشرمولة، حركناه مزيان، ها هو دخلت ليه الشرمولة مزيان باش يطيب على خاطرو ويشبع، يشبع قوام باش اللحم ميتا تاكلو ميتا تحس بيه، تتحس بكاين كاين المذاق، المذاق ديال القوام، لأن اللحم خصو القوام. نمشي نشوفو البصلة ديالنا فين وصلت. نجيو البصلة ديالنا هي تتشحر، هي باغية تتشحر، نديرو طاجين مغربي 100%. ما تنساوش ديرو اللايك وديرو الاشتراك، دعمونا باش يوصلكم الجديد. إن شاء الله هاد رمضان غنديرو الجديد، داكشي ان شاء الله كامل اللي غيتحتاج تقريبا في رمضان غنديروه ان شاء الله. غير دعمونا باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم دابا بعد ما ها هي البصله، ها هي هبطات، شفتو مزيان، ها هي هبطات، ها هي هبطات، ها هي هبطات مزيان. نجيبو اللحم ديالنا دابا ونديروه، ها نتوما ها هو، ونخليوه عاوتاني حتى هو يتقلى وحنا معاكم. ها هو اللحم تقلى، بعد ما تقلى غنمويوه، بعد ما نمويوه قبل ما نمويوه ندير بعدا واحد جوج زوج زيت هما صحاح، نمويوه داك الإقامة ديال باش درنا اللحم. ها هو نزيدو تقريبا شي مويو، ها هو عاوتاني نفس العبار، تقريبا غيكونو جوج كيسان ديال العنبة، تقريبا غيكونو جوج كيسان ديال العنبة. نجيبو الطاجين ديالنا ونغطيوه ونقابلوه مرة مرة، نطلع عليه نشوفو واش طاب ولا خاصو الما، نزيدوه الما. بقاو معنا أعزائي المشاهدين. والبرقوق هو بعد ما غسلته وبعد ما نشفته تتسقطر مزيان، حيدنا منو الغبرة لأن تيكون عامر بالغبرة. ها نغسلوه، نغسلوه ها هو، نوريكم الطريقة التعسال اللي تندير أنا، كل واحد طريقته ولكن تقريبا غالبا طريقة وحدة. نديرو شويه الملحه ونديرو الماء
صافي ونديروه في البوطه يتسلق باش نغسلوه نديروه ونرجع لكم. اعزائي المشاهدين اليوم دابا نطلعوا الطاجين ديالنا. ها هو وجد طاب، ها هو وجد. دابا ندوزو البرقوق، ها هي تتعسل. نديرو سنيدة ديالنا باش نغسلوه. دابا ندوزو نغسلوه. السكر على حسب الرغبة، كاين اللي تيبغي حلو كاين اللي تيبغي عادي. تنبغينا شي شوية زايد الحلاوة على حسب الدراري. أنا درت 5 معالق كبار ديال السنيدة. ونص معلقة ديال القرفة، نص معلقة. أعزائي المشاهدين، ها هو وجد. دابا ندوزو نزوقو الطاجين ديالنا. ها هو طاب، ها هو كمل، لأن الطاجين شاد السخونية، راه طافي عليه البوطة. ها هو شاد السخونية، داكشي اللي تيبان ليكم باقي تيجي بحال اللي تيغلي. ها هو ماشي، هو مقبلة إن شاء الله. ما تنساوش اللايك واشتراك. شكرا بزاف، ها هو شاركم بروكا. إلى اللقاء، ماشي هو مقبلة إن شاء الله. ما تنساوش اللايك، شكرا بزاف.